لاحظ الواحد يبغى يسوي شيء خارج عن دائرة الراحة جربوا سواء الفري دايفينج أو السكوبا دايفينج. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. مبروك. مبروك. Good job. كم نزلت؟ 52.5. 52 متر ونص. طبعاً مريم خبيرة، إحنا هنا نتعلم يعني. بطلة العرب. بطلة العرب؟ نعم. يعني أنا قاعد أكلم بطلة العرب، ما قلت لي المعلومة دي، أعرفك صار لك كذا شهر ما قلت لي إنك بطلة العرب. في إيش بالضبط؟ في الدك، في الأعماق. في الأعماق؟ أيوه. كم نزلتي؟ نزلت 62 متر. اللي هو كان أعمق شيء سويته بالنسبالي. في دايما البحر الأحمر. أكبر فائدة استفدتها أنا من موضوع الفري دايفينج بشكل عام أنه الواحد يتعلم كيف يركز في اللحظة. تعرفوا تعبير being in the zone، أنك تكون في الزون، ما تعيش في قلق المستقبل ولا تعيش في حزن الماضي. أنت إما عايش في المستقبل وقلقه أو عايش في ماضي وحزنه. أهم الوسائل تخلي الواحد يسيطر على آلامه النفسية أنه يتعلم ينتقل من الماضي والمستقبل ويعيش الحاضر.